السلام عليكم، معكم الأستاذ مصطفى. اليوم احنا درسنا للصف الخامس درس اسمه سحر الرياضيات، بمعنى سحر، يعني انه نحن نسحر في الرياضيات. كثير منكم جرب شغلات من هالنوع، ممكن حزازير، ممكن شغلات أخرى اللي هي بتحدث عن أشياء مميزة في الرياضيات. فلذلك اليوم راح يكون درس تبعنا عن سحر الرياضيات للصف الخامس. بتمنى بتأمل أنه يكون اليوم عندنا درس جدا موفق، لأنه راح يكون في كثير من التحدي. فاليوم الدرس تبعنا احنا كنا سحر الرياضيات، في عنا أعداد مميزة، بدنا نوجد القانونية، ندور على الإشي اللي بيدلنا على الخطوة اللي بعدها، وبالآخر زي كل درس في عنا التحدي طبعا وإيجاز للدرس. اليوم بالبداية طبعا بدنا نحضر أدوات. اليوم أسمح لكم تجيبوا بالإضافة إلى دفتر الحساب ولا أدوات الكتابة أيضا الحاسبي، مسموح تستعمل الحاسبي، كأنه امتحان ومسموح لكم تستعمل الحاسبي. تفضل معكم تكيكة انكم تحضروا حالكم من شان نبدأ بالدرس. تفضلوا. رجعنا لكم، اكيد حضرتوا الادوات لانه الادوات سهله انه نحضرها. تعالوا نشوف شو الرياضيات. هي لغه، الرياضيات هي عالم واسع، الرياضيات فيه كثير من العجائب، كثير كثير. يعني اذا بجيبك كل الصف الثالث لما يجي كل يحفظ جدول الضرب للتسعه سهل يحفظوه، جدول الضرب تبع اثنين سهل يحفظوه. ليه؟ لانه في ميزات، في خواص اللي لا 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 للاعداد هاي. اليوم احنا رح نتطلع على شغلات خاصة في الرياضيات، أعداد مميزة في الرياضيات، مش كلها طبعا. فلذلك أنا كتبت إنه بدنا احنا نبحث في خصائص وعجائب، نتمنى إنها تنال إعجابكم، بس هي مش كلها. تقدروا أنتم تدوروا وتبقوا بالذات أشطر منا، لأنكم أنتم بالذات فعلا أنتم أشطر منا. بلش في العمل، تفضلوا. تعال نبدأ بإيه؟ شغل من هالنوع. اختار انت رقمين، يعني افرض في عندك، انا عارف انغمد بدك تختار رقمين، او عندك انا عارف حجر نرد، حجرين نرد بدك ترميهن. انا الارقام بس هالمرة اسف، عندنا الارقام من 0 ل 9، 0 ل 9، فحجر نرد ما ينفعنش، لا ما ينفعنش. فلذلك بدنا نختار ارقام رقمين من 0 ل 9. اكتب جميع الاعداد اللي ممكن من هذين الرقمين يسمح لك باستعمال الرقم مرة واحدة. معناها مفهوم لإلي انه الرقمين راح يكونوا مختلفات بالاصل، وايضا ماله ممنوع استعمل الرقم مرتين، وبدي اكتب كل الامكانيات اللي باستعمال هذول الرقمين. يعني نفرض اخترت 5 والواحد، في عندي 15، في عندي 51، بنكمل. اطرح، مش بيطلع لنا، بدك بعدها بدك تعمل تطرح العدد الصغير من العدد الكبير. لما انت بنيت عددين أكيد في واحد كبير وواحد صغير، فشو بتعمل؟ نقص الصغير من الكبير، اعمل عملية طرح. نفرض كنا أخذنا 51، 51 ناقص 15 مثلا، بمشي. ما هي النتيجة؟ الجواب أعيد التجربة مرة أخرى، مش بكفي مرة واحدة، احنا وصل لقانون معين بالآخر، بدنا تجرب أخرى مرة أخرى، تأخذ عددين آخرين وتعمل نفس التجربة وتشوف شو الجواب. معكم 3 دقائق، اعملوا على فكرة قديش تقدروا امكانيات. تفضلوا.
رجعنا عندي احساس انه بك سهل لانه اعداد صغيره. تعال شوف انا شو حليت. مش بالضروره انتم حليتوا زي ما انا حليت، ولكن في الاخر راح نشوف في شغلات كثير مشتركه. اخذت انا مثال، انا اللي اخذت هذا المثال مش انتم، انا اخذت هذا المثال، اخذت الاربعه والخمسه. من الاربعه والخمسه شو بعمل اي اعداد؟ مزبوط، ال 45 وال 54. شو اتفقنا؟ ناقص العدد الصغير من العدد الكبير. فعملنا 54 ناقص 45. شفهي قديش الجواب؟ مزبوط 9. مثال اخر انا اخذت، مثال 2. اخذت 2 و6. هالمرة ما حليتهاش عمودين، حليتها فشو لنا الاعداد؟ 26 و 62. اي تمرين بدك موجود عندي هسه؟ شو التمرين اللي بدك تكتبه؟ صحيح 62 ناقص 26 الجواب 36. هذا مثال ثاني، اخذت اخرى مثال، بعطيكم امثله كثيره انا اللي عملتها انا هسه. اخذت 9 و6. 9 و6 هن 69 و 96. التمرين اذا بعمل تمرين طرح على السريع طلع الجواب 27. مثال اخر، مثال أربعة، أخذت السبعة والخمسة. شو النتائج عندنا؟ 75 و 57. شو تمرين الطرح؟ مظبوط، 75 ناقص 57. الجواب 18. ملاحظين بعده فيش عندي أجوبة كلها متساوية، أجوبة مختلفة. لحد هسه بعده بعتنيش إنه توجه لقانونية. أنا الهدف تبعي أصل بالآخر لقانون. لذلك استمريت أنا في أخذ أمثلة. لأنه كل ما أنا أخذ أمثلة أكثر بوجهني أكثر للجواب اللي هو بدي أدور على القانون. بعرف إذا في حدا منكم بدأ يحس أو يفكر أو يقرب للقانون. نكمل. لذلك أخذت أنا مثال خامس. مثال الخامس أخذته 3 و8. 3 و8 عندي 83 و38. التمرين 83 ناقص 38 الجواب بيطلع 45. تمرين 6 اخذت السبعة والواحد عندنا 71 و17 بنقصهن بيطلع لنا الجواب 54. في بدأ يكرر مفهوم معين. إذا واحد منكم جمع الأجوبة قد يكون قرب للقانون أو توجيه للقانون. بعطيكم رمز مشان انتم تفهموا انه انا عن ايش قاعد بحكي. اذا بدي بطلع على مثال رقم 6 اخذت 3 و8. مثال رقم 6 اخذت 7 و1. الجواب هون طلع 45، الجواب طلع هناك 54. يا هل ترى شو الاشياء اللي ممكن تتاثر؟ بنشوف هسه لقدام اخرى امثله على اساس أو على أمل توجهنا لأنه نوجد القانونية. فعندنا مثال رقم 7. شو مثال رقم 7 بيقول؟ 8 و1. 8 و1 يعني 81 و18. 81 ناقص 18 بيطلع الجواب 63. شيء حلو. بعد بعرف في كسر منكم بدأ يفكر في شغلة جدا مهمة. بديش أقول هسه، بدي أقولها كمان شوي صغيرة. بس اللي أنتم بتفكروا فيه أو كسر منكم بفكر فيه كمل بالتفكير تبعه لأنه التفكير تبعه صحيح. مثال 8. مثال 8 9 و1. 9 و1 يعني 91 و19. التمرين 91 ناقص 19 الجواب 72. ممتاز. في عندي أخرى أمثلة؟ نعم، في عندي أخرى مثال اللي هو مثال رقم 9. مثال رقم 9 بيقول هيك، إذا أخذت أنا 9 والصفر. لأنه في كثير منكم ما فكرش بالصفر. بس أنا قلت لكم بالأول الطلب تبعي إنه بكى إنك اختار أنت رقم ما بين الصفر والتسعة، يعني أنا دخلت الصفر. ما حدا يقول إنه ممنوع. بس شو الأعداد اللي أنا ببنيهن بين التسعة والصفر؟ مظبوط، 90 و9. كتبت التسعة هنا على أساس إنه التسعة هي في العشرات فيها صفر. بعرف في قسم منكم بده يقول أستاذ أنت طلبت منا ثنائي المنزلة. والتسعة هي مش ثنائية المنزلة. بس أنا مشان أعطيكم توجيه للقانونية دخلت 0 9. يعني التسعة كتبتها 0 بالعشرات و9 بالأحد على أمل
تساعدنا في ايجاد القانونيه، مع انه كانه احنا غلطنا او ما عملناش حسب الطلب انه ثنائيه المنزله، لانه 9 هي احاديه المنزله، وانا اتفق معكم، بس كتبتها على امل انها تسهل وتساعدنا في ايجاد القانونيه. فتعال نشوف، اذا بقى عندي 90 ناقص 9، 90 ناقص 9 الجواب 81، مثال 10 ما لقيتش، دورت ما لقيتش، هل يوجد جواب اخر غير الذي ذكر سبب؟ شو القصد بك مثال 10؟ اذا طلعتوا على كل الامثله اللي انا اعطيتكم اياهن الاجوبه مختلفه، ما كانش عندي جواب واحد. يعني تعالوا ناخذ مثال ال 81 ذكرت بس مره واحده، ال 54 ذكرت مره واحده بالامثله اللي انا اخذتها، بجوز بالامثله اللي انت اخذتوها في كثير اخرى اعداد، بس انا باجي بسال شو الاجوبه اللي ممكنه لحد هسه على حسب ما انا اخترت، هن اللي انذكرن في الاسئله. فلذلك سولت اقصد، هل توصل احدكم الى جواب اخر غير الذي ذكر بالفعاليه؟ اقول لكم صراحه، تعالوا نشوف، انا هذول التمارين اللي حليتهن، قاعد بكتبهم قدامكم، بكلشنا من 54 ناقص 45 جلت الجواب 9، التمرين الثاني 75 ناقص 57 الجواب 18، بعدها اخذنا 96 ناقص 69 الجواب 27، 62 ناقص 26 الجواب 36، بعدين اخذنا 83 ناقص مظبوط 38 الجواب طلع 45، بعدين اخذنا 71 ناقص 17 طلع الجواب 54، بعد اخذنا 81 ناقص 18 طلع 63، بعد اخذنا 91 ناقص 19 طلع الجواب 72، اخذنا 90 ناقص 9 اخرى مره تذكروا 9، بكذا لازم احط الصفر، بس اعطيناها على اساس انه تسهل علينا، فطلع الجواب 81. هذول الاجوبه اللي انا بتحدثت عنهن، 9 18 27 الى ال 81. دورت على الاخرى ما لقيتش. وهون انا بقول لكم، اللي منكم بيلقى جواب اخر للطلب اللي طلبته له مني جائزه. معلمينكم بيعرفوا رقم تلفوني، اللي بيلقى جواب اخر غير هذول الاجوبه انا بدي اعطيه جائزه. بس مع كل ذلك شو مطلوب؟ بدنا ندور على القانون، ما دامك انت بتقول انه بس هذول الاجوبه بدنا ندور على القانون. حسنا، هيا نبحث عن القانونيه اذا. فتعالوا نشوف شو هي القانونيه. انا اعطيتكم رمز، بماذا تتميز الاجابات؟ ايضا كيف لي ان اعرف الاجابه دون ان احلها؟ يعني اذا واحد مثلا اجى قال لي انا اخترت ال 53 ناقص 35، على المحل بعرف الجواب 18 على المحل بدون ما احل، لان بعرف القانون. انا بدي اياكم انتم هسه يا شاطرين انكم انتم ايضا تصلوا للقانون. استاذ مصطفى مش اشطر منكم، انتم في بعض الاحيان اشطر من استاذ مصطفى، لذلك بدي اياكم تصلوا للقانون. شو القانون؟ اعطيتكم انا رمزين، الاجوبه وكمان شغله في خلال التمرين. معكم 3 دقائق تفكروا في ايجاد القانون. تفضلوا.
رجعنا لكم حبايبي. القسم الاول للرمز الاول ما كانش صعب عليكم. ليه؟ لانه الاجابات بكت من 9 18 27 36 45 54 63 72 81. فلذلك كلياتهم اعداد تقسم على 9. جميع الاجابات تقسم على 9. فكان ريح. ولكن القانون شو كان؟ القانون بيقول هيك، نوجد الفرق ما بين الأحاد والعشرات. شو الفرق؟ يعني العشرات بكديش بيزيد عن الأحاد، وبنضرب بتسعة. ناخذ مثال، مثال من اللي احنا ما أخذناهنش معكم هون. مثلا نيجي ناخذ نفرض الأربعة والسبعة، شو العدد اللي ببنيه هون؟ 74 ناقص مظبوط 47 اللي بعمل بالهامش، من ناقص 14 ناقص 7 قديش؟ 14 ناقص 7 اسمع، 14 ناقص 7 هي 7، 6 ناقص 4 2، فالجواب 27. فإذا جيت أنا طلعت الفرق بين السبعة والأربعة هي 3، طبعا ناقصين 3 ضرب 9، الجواب 27. لذلك القانون زي ما كتبنا، نجد الفرق ما بين العشرات والأحاد، والجواب اللي بيطلع لنا نضربه في 9. حلو لا؟ فأنت بتقدر هسا ترجوا شطارتكم، تسألوا أهلكم، تقول لهم يعطوني أنا مثال من هالنوع، أنا بعرف الجواب طوالي بدون ما أنا أحله. ممتاز. نكمل. شو يعني بالاعتماد على إحنا هسا عملناه، شو الخطوة حسب رأيكم اللي جاي بعدها؟ إحنا كنا بنكتب الأعداد بثنائية المنزلة ونطرحهن. ماذا تتوقعون أن تكون الخطوة التالية؟ صحيح، في قسم منكم عرف شو بقول. طب لو ما عملناش طرح، عملناش عملية طرح، لو عملنا عملية جمع، يعني المثال اللي عندنا هون مثلا نقول 74 زائد 27 شو طلع لنا؟ هل في له ميزات؟ هل في قانون؟ تعالوا تنفحص. فهسه انا هيك اختار انت ايضا هسه كمان مره رقمين من الصفر للتسعه، من بعدها اكتب جميع الاعداد اللي ممكنه من هذول الرقمين، استعمل الرقم مره واحده. الاعداد اللي بتنتج عندك اجمعهن مع بعض، اجمعهن مع بعض. ما هي النتيجه؟ اعيد التجربه مره اخرى، شوف الجواب، معكم 3 دقائق تفكروا بالحل. تفضلوا.
رجعنا لكم حبايبي. بتأكد أنا أنه هسه أسهل عليكم من المرة اللي فاتت، وصلت لأجوبة، وهي المرة لأنه بديش أفكل عليكم الوقت والمادة صارت نوعا ما معروفة لكم، فلذلك أنا مباشرة باجي أقول لكم شو الأمثلة اللي أنا حليتها وأنتوا تقارنوها مع الأجوبة تبعتكم، لأنه إحنا بالآخر اللي بهمنا نعرف القانون، مظبوط؟ فهسه احنا بدنا اعطيكم انا الامثله اللي انا وصلت لها. مثلا اخذت انا 12 وال21، يعني الواحد والاثنين طلع الجواب 33، ال13 31. اذا واحد منكم منتبه بالعماد اخذت هسه 12 13، شو تتوقعوا بعدها؟ مظبوط 14 14 وال41، مظبوط ال15 51. ليش اخذت هاي الطريقه على فكره؟ اخذت هاي الطريقه من شان يسهل علي ترتيب الحسابات، مش اقعد انا بشكل عشوائي. كل تمرين من هذول التمارين، كل تمرين من هذول التمارين هو ماله يختلف عن الاخر. شايفين الاجوبه مختلفه؟ عندنا 16 زائد 61، 17 زائد 71، 18 زائد 81، 19 زائد 91. اوبا رجعنا اخرى مره، ال 20 والصفر 2. جماعة بالعمادة حطيتها هاي كمان مرة من شان تسهل علينا إيجاد القانون، ماشي؟ مش واحد يقول لي يا أستاذ أنت قلت لي ثنائي المنزلة، هذا أنت حطيت لي 02، 02 هذا أحادي المنزلة. أنا حطيته بهذا المحل، بس بهذا المحل، بس من شان يسهل علي إيجاد القانون. فتعال نسأل حالنا السؤال، أنو أصغر جواب موجود هون؟ حسب الجدول. مظبوط 22. اللي بعده مظبوط 33، 44. ممتاز 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 ممتاز. حدا منكم بيعرف شو هسه القانون؟ صحيح، كل الاعداد اذا بدها تعتمد على الكبال، بدي اياكم انتم هسه تلكوا الاشي اللي بيميز هذول الاجوبه وتحاولوا تصلوا للقانون. تفضلوا، معكم دقيقتين. رجعنا لكم، عندي الإحساس إنه هاي المرة برضو كان أسهل. تعال نشوف هذول الأعداد مالهن، انتبهوا معي، كلها تتقسم على 11. الأعداد اللي توصلنا لهن 22 33 إلى آخره بكسمين على 11، مظبوط. هاي المرة اللي بكرر برضو أيضا الفرق بين رقم الآحاد والعشرات. تعال نأخذ مثال من مش اللي موجودات بكين معنا. أنا بقول القانون هو ما يلي، مشان نصل للجواب
نضرب الفرق ما بين الآحاد والعشرات، الفرق اللي بينهن ب 11. تعالوا ناخذ مثال اللي بكاش موجود معنا. نفرض عندنا أخذت الخمسة والثلاث. خمسة معناها عندي ثلاثة وخمسين، وعندي أيضا إيش؟ 35. فمن طريقها احنا بنقدر نصل للجواب. بصل الفرق اللي بينهن، الفرق اللي بينهن هو 2، معناها الجواب كبلا اروح على الهامش احله، 2 ضرب 11 الجواب 22. فلذلك بعرف الجواب مباشره 22 بدون ما احله بالهامش. هاي قانون تقدروا تستعملوه وتتشاطروا فيه على بقية. انا عارف الطلاب تعمل حزرية مع اهلك وتصل للجواب. طيب ما نتعلم اشي جديد هسا، اشي جديد هذا في عنا هيك، في عالم اسمه تارتيلا، هو عالم ايطالي. الاسم معناها او المعنى تبع تارتيلا معناها المتلعثم. هذا عاش قبل حوالي 400 سنة، هو عمره 13 سنة صار عنده مشكلة، انضرب في راسه وفتلعثم لسانه، بس كان كثير ذكي، كان كثير يحب الرياضيات. فاجى جرب هاي التجربة، ترى شو يعمل؟ كان 1 + 2 بيساوي 3، كمان سطر جديد 4 + 5 + 6 تساوي 7 + 8. شو تتوقعوا هسا يكون؟ مظبوط. 9 + 10 + 11 + 12 يعني هسا 4 أعداد يساوين 3 أعداد اللي بيجين وراها. كمل بهي الطريقة. بدي انتو اعطيتكم سطرين هسا، انا هون بالقائمة اللي اعطيتكم اياها في عندي 4 أسطر، 1 + 2 = 3 هذا سطر، 4 + 5 + 6 هذا السطر الثاني، عندي 4 أسطر. انا بدي اياكم هسا تكملوا السطر الخامس والسطر السادس. تفضلوا معكم دقيقتين. رجعنا لكم يا حبايبي، طلعت شو طلبت منكم انا. بدنا نعبي احنا السطر الخامس. السطر الخامس بالاعتماد على الجدول اللي كان عندنا على ايدنا اليمين وصلنا 24، السطر الخامس ببلش ب 25. انتبهوا منيح لهسه لشغلات من كلها، 25 26 27 28 29 30. يعني في عندنا هون 6 أعداد، على ناحية اليمين عندنا 5 أعداد اللي تتلوها. إذا بدي أسألكم السطر السادس بإيش ببلش؟ بإيش ببلش؟ صحيح 36، سجلوها عندكم. بس مش رايحين نكملوا احنا لأنه الوقت تبعنا برضه ضيق. فالسطر السادس بخلي لكم إياه أنتم لحالكم تكملوا.
اذا انتبهتوا هون اطلع شو في عندي مسجل. هاي هسه احنا ضفنا اللي احنا حلناه. شو اللي العدد او ماذا يميز العدد اللي على يسار التمرين؟ شو يعني قصدي على يسار التمرين؟ في عندي انا على كل سطر باليسار في عندي عدد. شو هو العدد؟ اذا بجي بسجل 1 4 انا بحكي اللي هن جايات على الشمال من كل سطر، بعدها 9 16 الى اخره. مش راح اكلمكم كثير، معكم دقيقتين فكروا فيهن. رجعنا لكم. انا اختصرت شوي من الوقت لانه بتصور انه سهل عليكم، بس تعالوا نشوف شو هن الاعداد اللي موجوده على يسار كل سطر. 1 4 9 16 25 36، وهسه بنشوف اذا السطر السادس شو راح يكون موجود فيه. الواحد هو عباره عن 1 ضرب 1، 2 ضرب 2، 3 ضرب 3، 16 4 ضرب 4، 25 5 ضرب 5، 36 6 ضرب 6. شو هذا الاشي بقدي؟ شو يعني بنقدر نعرف احنا عن هذول الاعداد اللي هن كل واحد منهن هو عبارة عن حاصل ضرب عددين متساويين؟ هاي الاعداد اللي هي زي 1 4 9 16 25 اللي بيميزهن ان انا بقدر اكتبهن تمرين ضرب عدد حاصل نفسه، عدد ضرب نفسه. فلذلك هذول الاعداد بنسميهم اعداد مربع. هذول الاعداد بنسميهم اعداد مربع. فهمت لكم؟ اذا في عنا اعداد مربعه معناها هل يا ترى في عنا اعداد مثلثه؟ واذا كان في عندنا اعداد مثلثه اذكروها أو اذكروا مثال منها. تفضلوا معكم دقيقة تكتبوا السؤال، احنا مش رايحين نحله، وأنا بقول لكم هاي الدقيقة بس مشان تكتبوا السؤال. تفضلوا. شاطرين، بتأمل انكم كتبتوا التمرين. هذا التمرين بضل معكم للمدرسة. خلصت الحصة،
بتأمل وبتمنى إنكم انبسطتوا في هاي الحصة. إلى اللقاء في درس جديد. إلى اللقاء.